السلام عليكم. السلام عليكم، فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هسأل حضرتك سؤال لو سمحت. اتفضل يا حبيبي. أنا حلفت بالطلاق بالمحرمات على حاجة اللي أنا عاملها وما عملتهاش. حلفت بالطلاق على شيء أن تفعله ولم تفعله. إيه الكفارة؟ شيء مستقبلي أو شيء سابق؟ لا، على حاجة اللي أنا مستقبلي. مستقبلي. كفر كفارة يمين، هذا الذي أختاره من أقوال العلماء في هذا الصدد، ولا يحسب طلاق.